احنا اليوم عن ريسيفر دريم بوكس، لما بنشتري كيف فينا نطلع السوفت وير ونبرمج الجهاز. اول ما بنشغل الجهاز ان كان دريم بوكس 1 او دريم بوكس 2 او 525، نضغط اكسيت عشان نطلع من الاعدادات، منيو، سيت اب، سيستم، ندخل على كاستمايز ونغيرها على اكسبرت. اذا كانت مختلفة سمبل او انترميديت نعملها اكسبرت. بس نخلص الاكسبرت نضغط اوكي للحفظ. بس نخلص هاي الخطوات بنرجع ونروح على ريستارت. بس نروح على ريستارت رح نلاقي انه صار في عندنا خيار اسمه ريكفري مود. هذا ريكفري مود بنضغط عليه وبصير فينا برمج الجهاز. في اكثر من طريقة لنوصل للريكفري مود. في البعض كمان بدور الجهاز بيعمل السويتش الباور وبيضغط على زر الباور لحد الشاشة، بيضغط مطولا تا يظهر الاي بي تبع الجهاز على الشاشة. او بالخطوة اللي عملناها هلا من الريموت كنترول بننتظر تا يظهر الاي بي على الشاشة. تحميل السوفتويرات بدريم بوكس مختلف عن الانيجما. طلع معنا الاي بي، هذا اي بي الريسيفر، وهيك بيصير الجهاز جاهز انه يستقبل السوفتوير. بننتقل حاليا على الكمبيوتر، بنفتح جهاز الكمبيوتر عشان نحمل السوفتوير للريسيفر من بعد ما صار بوضع ريكفري مود. ننتقل على الكمبيوتر، بدنا ننزل السوفتوير على الكمبيوتر، جهازنا دريم بوكس 2. مهم جدا اي نوع ريسيفر عم نستخدم ننزل له السوفتوير المناسب له. اي غلط بين السوفتويرات بيعمل خلل بالجهاز وبيفقدنا الضمان وما بيعود عندنا خدمة الاصلاح. دريم بوكس 2 بننزل دريم بوكس 2، دريم بوكس 1، دريم بوكس 1. بدنا ننتبه هاي الامور حتى ما يخرب الجهاز عنا. وإذا عم ننزل الباك اب مهم جدا الباك اب تكون من مصدر موثوق. بنحط الاي بي 192.168.1.2 اللي ظهر عنا بالجهاز، وهيك بتظهر عنا صفحة الجهاز فيها عدة خيارات. نحنا بدنا نعمل فيرموير ابلود، طلع سوفتوير. البعض بيحب يعمل باك اب سيتنج وريستور سيتنج، يفضل عدم استخدامها خصوصي اذا كانت صور قديمة او صور مختلفة. ساعتها يفضل تكون عن طريق الاي تشانلايزر، واحد بيحفظ السيتنج والمفضلة تبعه تما يصير عنده مشاكل بين اختلاف السوفتوير. لسبب هود الخيارين عطول بنطفيهم وبنختار شوز فايل، بنختار السوفتوير اللي نزلناها هلا بالداونلود دريم بوكس، ونتأكد هيدي هي دريم بوكس 2، وبنضغط على جو. بننتظر تيتم تحميل السوفتوير. هيدي هي الخطوات، سهلة وبسيطة. بنحط الجهاز بالريكفري مود، بنحصل الاي بي، الجهاز بصير جاهز لتحميل السوفتوير. بنحط الاي بي بالبراوزر المتصفح وبنختار السوفتوير اللي نحنا نزلناها. المهم نختار السوفتوير الصحيحة، وهيك صار جاهز نعمل ريبوت وانتهت عملية تحميل السوفتوير. الجهاز بيعمل ريستارت وبيقلع عن جديد بالسوفتوير الجديدة اللي حطيناها. وهيك بنكون شرحنا الخطوات اللي بنحمل فيها سوفتوير لأجهزة دريم بوكس.